بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله سبحانه وتعالى رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم على آثارهم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم. معاشر الصالحين والصالحات، موعدنا في هذا المجلس مع تكملة لمدارسة قول الله عز وجل في سورة الحجرات، سورة الأخلاق، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتوقفنا في الحصة الماضية مع قوله سبحانه وتعالى: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز قيل هو الاستهزاء والسخرية التي تكون خفية، يعني أنه يتحين الفرصة التي لا ينظر إليه أو لا يطلع عليه فيها ذلك الذي أنت تسخر منه، ثم تذكره إما بالقول إما بالإشارة، سواء كان الغرض من هذا اللمز يعني أن يضحك الناس أو أن لا يضحك الناس، المهم أنت تريد أن تنتقص منه إما سخرية كما ذكرنا في حضرته، وإما لمزا في غيبته. وهنا يتبين أن الله عز وجل قد نهى المسلمين، نهى المؤمنين نهيا باتا قاطعا تاما جازما عن أن يبادروا لأي نوع من أنواع الاحتقار والاستهزاء بإخوانهم، لأن العبد لا يدري من منه أو من إخوانه أقرب إلى الله عز وجل. أأنت إلى الله أقرب أم ذلك الذي تسخر منه؟ وكم من شخص سخر منه الناس وهو عند الله عز وجل من أوليائه المصطفين الأخيار، وكم شخصا دفعه الناس بالأبواب وهو من الذين لو أقسموا على الله لأبرهم، رب أشعث أغبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب كناية على أنه لا يسمع له حتى لو أتانا يطلب شيئا، فضلا عن أن يأتي لسؤال الزواج، فضلا عن أن يأتي لسؤال خدمة إلى غير ذلك. رب أشعث أغبر ذي طمرين، أي ليس له إلا ثوبه الذي يتدثر به وثوبه الذي يضع عليه، وهذا كناية عن الفقر الشديد. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب. لكن هذا ميزان الناس، ميزان الله عز وجل ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: لو أقسم على الله لأبره. تدرون ما معنى لو أقسم على الله لأبره؟ معناه لو قال: يا ربي أقسم عليك إلا فعلت لي كذا وكذا، يلبي الحق سبحانه وتعالى طلبه. يا ربي أقسم عليك إلا أمطرتنا وأزلت عنا الجفاف، يلبي الله عز وجل طلبه. يعني هذا من المكانة من الله عز بالمكانة من الله عز وجل أن قلبه موصول بالشكل الذي يجعل الله عز وجل يستجيب له بدون أدنى رفض ولا أدنى رد. وتأتي أنت الذي امتلأت كبرا وعجرفة حتى لم يعد من فؤادك مكان فارغ من الكبر والعجرفة، تأتي لتسخر من مثل هذا؟ بل لو سخرت من كان في منزلتك من الكبر والعجرفة فهذا لا يقبل منك، فكيف بالسخرية من الذي هو في هذا المقام الرفيع؟ بل كيف والإنسان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يدخل الجنة
أين الجنة محرمة عليه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن كان كافرا فهذا لا يحتاج لا لمثقال ذرة ولا لشيء، هذا فيه من الكبر ما دفعه للتكبر عن ربه عز وجل، فهذا إن مات على كفره فهذا خالد مخلد في النار أبدا. نحن نتحدث عن المسلمين. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بمعنى وإن كان مسلما فإن الجنة محرمة عليه ابتداء، لا يدخلها في البداية، لكن يدخل ليصفى وينقى. أين؟ عياذا بالله، في نار جهنم، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لما طابوا بالأعمال الصالحة وتزكية أنفسهم في الدنيا دخلوا جنة ربهم سبحانه وتعالى ابتداء. لكن من بقي عليه شيء لم تكفره للذنوب المكفرة ولا الحسن، يعني لا المصائب المكفرة ولا الحسنات الماحية ولا الاستغفار ولا دعاء الصالحين ولا هول القيامة ولا ضمة القبر ولا الحشر ولا النشر ولا العرض، وبقي في قلبه هذا المثقال من الذرة من الكبر، لن يدخل الجنة حتى يصفى بنار العذاب عياذا بالله. هذا مثقال ذرة من كبر، فكيف بالذي ينشئ المجالس ليضحك الناس على المسلمين وهو لا يدري أهو أقرب إلى الله أم الآخرون؟ قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، هل هناك إنسان عاقل يأتي لنفسه فيلمزها أو يسخر من نفسه يستهزئ من نفسه أمام المرآة مثلا؟ لا، وإنما حمل الأخ ليكون بمثابة النفس. انظر إلى هذه المكانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للأخوة في الإسلام. فالآية التي قبل هذه الآية في نفس السورة، سورة الحجرات، هي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. إنما هنا للحصر، صحيح هذا حصر إضافي لكنه حصر، أي كأنك تقول لا يكون المؤمنون إلا إخوة، أي أن الرابط الذي يجب أن يكون بين المؤمنين هو رابط الأخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي أن هذه الأخوة الإيمانية هي نعمة من الله. كيف يزدري المسلم هذه النعمة التي هي من الله وعوض شكرها بإقامتها مقامها الذي يجب أن تكون فيه؟ يزدريها بالسخرية من إخوانه، هذا جحود. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هل تسلم على نفسك أم تسلم على الناس؟ الأصل أنك تسلم على إخوانك، لكن أنت تسلم على أخيك على اعتبار أنك تنزله منزلة نفسك. قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، على قول جمع من أهل التفسير ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا، لكنهم وضعوا إخوانهم في مرتبة أنفسهم، فكما أنه لا يتهم نفسه فهو لا يتهم أخاه. وفي هذه الآية من سورة الحجرات كما أنه لا يلمز نفسه فهو لا يلمز أخاه، كما أنه لا يسخر من نفسه فهو لا يسخر من أخيه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لا تنابزوا بالألقاب أي لا تنادوا بعضكم بعضا بألقاب تكرهونها، سواء كان هذا النبز باللقب في الشخص أو في أمه أو أبيه أو ابنه إلى غير ذلك. ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تقولوا لإخوانكم أو لا تنادوا على إخوانكم أو لا تتحدثوا عن إخوانكم حتى إن لم يكونوا في نفس المجلس، لا تتحدثوا عنهم وتسموهم بلقب هم يكرهونه. طبعا استثنى علماؤنا اللقب الذي قد يكون في ظاهره قبيحا مثلا،
لكنه هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يعرف به فلان. لو قلت لشخص ما عنده مثلا ابتلاء أنه مثلا أعرج وناديته مثلا يا أعرج، هذا فيه تنقيص، لكن لو لم تجد سبيلا للتعريف به إلا أن تذكره بهذه الصفة، فهنا قالوا لا إشكال، كواصل الأعرج مثلا أو الأعمش سليمان رحمهم الله جميعا، هذا مثلا كان معروفا عند علماء الحديث بهذه الصفة، فتقول له سأل عنك فلان، فيقول لك من فلان؟ تقول له فلان الذي كان معنا في المناسبة الفلانية، يقول والله لا أذكره، هل حددت لي؟ فتحدد، فإن لم تجد بدا إلا أن تقول له ذاك الذي كان عنده مثلا كان مصابا بالعمى، أو فلان الذي كان أعرج، أو فلان الذي كان مثلا عنده كذا ولا كذا ولا كذا. هذا لا إشكال في هذا، وهذا استثناء، نحن لا نتحدث عن الاستثناء، نحن الآن نتحدث عن القاعدة العامة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بعدما هداكم الله عز وجل وهدى إخوانكم للإيمان، تريدون أن ينتشر اسم أحدكم بالفسق، هذا غير مقبول. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كأنه سبحانه وتعالى يقول بئس وصفكم بالفسوق بعد أن أكرمكم الله بالإيمان. الله عز وجل حتى في ندائه لكم يناديكم ويقول يا أيها الذين آمنوا، فالله عز وجل رضي لكم الإيمان وأنتم ترضون لأنفسكم الفسوق، هذا من الأمور التي لا يقبلها الحق سبحانه وتعالى. فإذا نهاكم الله عز وجل عنها فكونوا من الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم قال سبحانه وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، بمعنى أن هذا كبيرة من الكبائر. ما قال ومن لم يستغفر، قال ومن لم يتب، وإنما جعلت التوبة ابتداء من الكبائر. إذن هذه السخرية وهذا اللمز وهذا النبز والتنابز بالألقاب، هذا كله يعد من كبائر الذنوب لما يمكن أن يتسبب فيه من قطيعة لوشائج الأخوة، لأواصر العلاقات المجتمعية، لصلة الرحم، إلى غير ذلك من الأمور التي تتسبب في قطعها هذه التصرفات البليدة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا جمعنا هذا القول مع قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما في قوله تعالى في سورة النور، إذن علمنا أن الإنسان إما أن يتوب من كبائره وذنوبه فهو من المفلحين، وإما أن لا يتوب من هذه الكبائر فيكون عندها من الظالمين. ظالم لنفسه بأن أوقع من نفسه معصية ولم يوقع من نفسه طاعة، وظالم لغيره لأنه ظن أنه أفضل من غيره، وربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.